حصل بعض الموجات من الوعي، الحملات اللي حضرتك بتعملوها من زمايلكم، الثقافة الجديدة المختلفة، استمكنت من مساعدة السيدات على الإدراك إن السرطان الثدي أصل اسمه سرطان المسام. زائد الحملة اللي عملتها وزارة الصحة للتشخيص المباشر لسرطان الثدي اللي تمت من 2009، هي يعني ما تكونش نجاح دولي، إنما هي تحمل بذل جهد في